الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، يقدمها لكم علي الموسى. والبداية مع أبرز العناوين. تهديدات غلق هرمز تقلق المنطقة، والمارينز مستعدة لضمان الملاحة. مكتب مجلس الأمة يقيم إنجازات دور الانعقاد، والحكومة ترد التقاعد المبكر. إنشاء نيابة للنسب بدل ما هي إدارة للنسب حاليا اللي موجودة في ميدان حولي. الفضل يلامس قضية التعاطي مع الجنسيات المزورة عبر مقترح جديد. إزالة عشرات المنشآت العشوائية في البر، وإحالة موظفين إلى التحقيق. ترجمة لتعهدات كويتية، قرض مليوني لدعم قطاع التعليم في العراق. الموت يخنق درعا، والأردن للأمم فتح الحدود أمام النازحين يهددنا. على وقع تجدد التهديدات الإيرانية بغلق مضيق هرمز أمام شحنات النفط حال حظر واشنطن مبيعات الخام الإيراني، تتواصل تداعيات تلك التصريحات على الساحة السياسية وحتى الاقتصادية نظرا لتأثير تلك الخطوة على الأسواق العالمية. وغدت تهديد قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بعرقلة صادرات النفط الإقليمية، جدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري التأكيد على أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز سيتم تنفيذه إذا اقتضت الضرورة. وأضاف: مضيق هرمز إما أن يكون للجميع أو لا أحد. في المقابل قال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة. وأضاف الناطق بيل أوربن وهو برتبة كابتن في البحرية إن الولايات المتحدة وشركائها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة ومستعدون معا لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي. في سياق مختلف، أعرب حاكم ولاية فلوريدا الأمريكي ريك سكوت عن سروره بزيارة الكويت التي وصل إليها أمس في يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التعاون بين البلدين. وقال سكوت إنه اجتمع مع عدد من الشخصيات الكويتية والتقى جنود بلاده بمناسبة العيد الوطني الأمريكي، مشيدا بدعم الكويت لهؤلاء الجنود، كما شدد على أن ولاية فلوريدا تعتز باستقبالها آلاف السياح الكويتيين كل عام واستضافتها لأكثر من 600 طالب يدرسون حاليا في جامعاتها، معربا عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الكويت للجيش الأمريكي. بانتهاء دور الانعقاد البرلماني، بدأ مجلس الأمة بترتيب أوراقه استعدادا لدور الانعقاد المقبل، وذلك من خلال تقييم ما تم إنجازه ومناقشة كيفية تحسين الأداء في المجلس والأمانة العامة. وخلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ناقش مكتب المجلس اليوم ملفات عدة أبرزها حرص المكتب على الالتزام بالطرق السليمة دستوريا ولائحيا في التعامل مع المسائل الخلافية، ومنها ما يخص سرية الإجابات على الأسئلة البرلمانية. ردت الحكومة اليوم مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية التقاعد المبكر إلى مجلس الأمة، حيث أرسل رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك نسخة من المرسوم الصادر برد مشروع القانون إلى رئيس مجلس الأمة
مرزوق الغانم. على خط الاقتراحات النيابية للتعاطي مع مشكلة تزوير الجناسي، أعلن النائب أحمد الفضل عزمه تقديم اقتراح بقانون مطلع دور الانعقاد المقبل بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وإنشاء نيابة خاصة للنسب بدلا من الإدارة الحالية. وقال الفضل إن الاقتراح راعى رفض المحكمة الدستورية لقانون البصمة الوراثية، حيث جاء أكثر تحديدا إضافة إلى كونه يحيل الأمر إلى النائب العام. إنشاء نيابة للنسب بدل ما هي إدارة للنسب حاليا اللي موجودة في ميدان حولي، إنما نيابة ويلحق فيها مختبر البصمة الوراثية، وتصبح الشكاوى هناك يتم تلقيها من الداخلية، ولا تقوم الداخلية نفسها إن كان في هذا ريبة وشك، لا تقوم الداخلية نفسها في عمل التحقيق، إنما تعطي الدلائل وتعطي الشكوى للنيابة، نيابة النسب الجديدة. ونيابة النسب تجري اختباراتها بما هو متوفر لديها من مختبر للبصمة الوراثية حتى تفكنا من هذه المشكلة بالكامل. خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تفعيل قانون أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة، أكدت وزارة الداخلية أن تفعيل القانون سينعكس إيجابا على الوضع المروري في البلاد، فضلا عن تسهيل الإجراءات التي يقوم بها أطراف الحادث. وأوضح مسؤولو الوزارة أن المادة الخاصة بأمر الصلح والتي تم تفعيلها موجودة في قانون المرور وليست مستحدثة. نحن اليوم راح نفعل مادة في قانون المرور هي أصلاً موجودة، راح نفعلها عشان نختصر الطريق كله ونصل إلى نتيجة حاسمة، بل فعلنا واشتغلنا ولقينا فعلاً نتائج جداً ممتازة في عملية ضبط هذا الموضوع وحل هذا الإشكال وهذه المعضلة اللي الكل كان يعاني منها. هذه المادتين اللي هم نقول أحداث أضرار بسيطة نتيجة الحوادث المرورية، أجاز المشرع الكويتي تفعيل أمر الصلح فيها طبقا للمادة 41/2 والمادة 41/5. في ناس لحد الحين ما وصلت هالمعلومة، إخواننا في الإدارة العامة للمرور قاعدين شوي يعالجون هذه المشكلة، ولا همنا حنا مخالفة الناس أو أذيتهم في المخالفات أو غيره، لقى أن نوعي أكثر ما نقدر لنعرف أن هذا شيء جديد. فبالتالي إخواننا بالمرور مو أنه بس مجرد أنه يشوف العملية هذه قاعد يخالف، لا قاعد يوعي حتى نستمر في هذا المرور، ولكنها يجوز مخالفته إذا كان معرقل حركة السير بسبب حادث بسيط ولم يوخر عن الشارع إلى حارة الأمان اليمين أو الاتجاه إلى المخفر بتصوير السيارة أو غيره، ويجينا المخفر وتخلص السالفة، يعني كلها ربع ساعة 10 دقائق إن شاء الله بالمخفر خلاص، وإحنا نطمح أن نكون أسرع من كذي بالمخفر. إذا الحادث كان كبير داير يعني على طول بشكل عام ندزه على أحد الجراجات المعتمدة عندنا، عندنا عدة جراجات معتمدة نبعث الأجور اللي هو يضعها الجراج إحنا نعتمدها. أعلنت وزارة الأشغال العامة عن قيامها بتسليم المقر الرئيس لديوان عام وزارة التربية الواقع بمنطقة جنوب السرة لممثل وزارة التربية في لجنة سلام المبنى. وقال الوكيل المساعد للمشاريع الإنشائية بوزارة الأشغال المهندس غالب شلاش إنه بات بإمكان موظفي وزارة التربية الانتقال لهذا الصرح الذي يعتبر واحدا من المعالم المعمارية المميزة، إذ يتألف من مبنيين مقوسين من الزجاج والمعدن المشكل، ويرتكزان على قاعدة مكسوة بالحجر من طابقين. بلغ إجمالي عدد الطلبات الإسكانية حتى نهاية يونيو الماضي 96,739 طلبا. وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية إبراهيم الناشي في مؤتمر صحفي إن عدد المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية خلال شهر يونيو الماضي بلغ 493 متقدما، كما تحدث الناشي عن نسبة الإنجاز الفعلية في بعض العقود الإسكانية. وصل عدد الطلبات السكنية القائمة إلى نهاية شهر يونيو تحديدا يوم 30 يونيو إلى 96,739 طلب سكني قائم،
بالنسبة لأعداد المشمولين في أولوية الإعاقة، من إجمالي الطلبات هو 2522 طلب قائم. عدد المتقدمين لفتح ملف في الرعاية السكنية والتقدم للرعاية السكنية خلال شهر 6 الماضي 493 متقدم. تم عقد عدة اجتماعات وبحضور كذلك أهالي منطقة الوفرة، وتم اجتماع يوم 26/6 ويوم 1/7 مع الجهات الخدمية بحضور أهالي مشروع الخيران السكني، وذلك لمناقشة بعض المعوقات وكذلك بعض الأمور وتوفير الخدمات لهذه المشاريع، كما أن هناك متابعة مستمرة من قبل لجنة الخدمات الوزارية بمجلس الوزراء الموقر لمعرفة ما توصلت إليه تلك الجهات، وكذلك نعيد أن هناك تعاون مستمر من قبل هذه الجهات في التغلب على هذه المصاعب. أزالت الأجهزة الرقابية في البلدية 216 مبنى في المناطق البرية في الجهراء والأحمدي، كما حالت موظفين مسؤولين في تلك المناطق إلى التحقيق. وكشفت البلدية النقابة عن قرار أصدره مديرها العام المهندس أحمد المنفوحي يتضمن مسح جميع المناطق البرية وإزالة كافة المنشآت العشوائية غير المرخصة بالمناطق البرية. كما أكدت البلدية إنها نفذت اليوم حملات ميدانية لإزالة كافة المنشآت العشوائية غير المرخصة بالمناطق البرية، مشيرة إلى إحالة بعض الموظفين المسؤولين عن المنطقة إلى التحقيق بعد التأكد من تقصيرهم في عملهم. بالنسبة لإزالة اليوم، أصدر قرار السيد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بإزالة ومسح جميع المباني والحيازات الزراعية القائمة على أملاك الدولة والمتعدية على أملاك الدولة، ومستمرين في الإزالة. اليوم احنا في صليبية وإن شاء الله نخلصها خلال يومين، واليوم الثالث في المطلع إن شاء الله، وبعدها في السالمي. تم توزيع جميع الإنذارات، انتهينا منها، إلا أن طبعا ما في استجابة من كثير من الحيازات هذه لإزالة هذه المظاهر اللي أنتم تشوفونها. والحمد لله اليوم قمنا بتنفيذ أمر المدير العام إن شاء الله، ومستمرين في الإزالة. أهابت سفارة الكويت لدى اليابان بالمواطنين الكويتيين من المقيمين والزائرين والطلب أخذ الحيطة والحذر من الإعصار الذي يجتاح مناطق شاسعة في اليابان، خصوصا مناطق كيوشو وشيكوكو في الجنوب الغربي. وعلى وقع تحذيرات يابانية، أهابت السفارة بالكويتيين أخذ الحيطة والحذر وأهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات اليابانية المحلية، كما دعت إلى ضرورة التواصل والتنسيق معها. هذا وتوقعت السلطات في اليابان هطول أمطار غزيرة في جميع المحافظات اليابانية، محذرة من مخاطر حدوث انزلاقات ترابية خطيرة وفيضانات للأنهار. كما أمرت السلطات بإجلاء آلاف السكان من أطراف مدينة كيوتو إثر هطول أمطار غزيرة على غرب المدينة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين. حذر مسؤولو الطقس من استمرار هطول الأمطار بالمعدلات الحالية التي وصفوها بالتاريخية حتى يوم الأحد المقبل، مطالبين السكان بتوخي الحذر من الرياح العاتية والانهيارات الأرضية.
بدأت الكويت ممثلة في الصندوق الكويتي للتنمية تنفيذ تعهداتها المعلنة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي استضافته في فبراير الماضي عبر منح العراق قرضا بقيمة 23,500,000 دينار لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز 73 مدرسة في 15 محافظة عراقية. ويهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق عبر رفع المستوى التعليمي والمهني للطلاب في المرحلتين الابتدائية والثانوية لتوفير فرص التعليم للطلاب وتوفير مقاعد دراسية إضافية وبناء مدارس جديدة والمساهمة في الحد من ظاهرة التسرب العلمي. في تصعيد غير مسبوق نفذت قوات النظام السوري مدعومة بالطائرات الحربية الروسية نحو 600 ضربة جوية على بلدات في محافظة درعا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقد خلفت الغارات عشرات الضحايا بالإضافة إلى دمار أحياء بأكملها. ونشر ناشطون سوريون مشاهد مروعة لمقتل عائلات بأكملها في بلدة صيدا، إذ أن معظم الضحايا من الأطفال والنساء. هذا ونشدت الأمم المتحدة مجددا الأردن لفتح حدوده وتوفير مأوى مؤقت لآلاف السوريين الفارين من الضربات الجوية، وهو ما اعتبرته الحكومة الأردنية يصطدم بمصالح حماية الأمن والاستقرار. طيران الروسي مجزرة في بلدة صيدا، عائلة كاملة، 4 أطفال. شوفوا يا عالم، شوفوا طيران الروسي المجرم. كل العالم تكالب علينا، كل الدنيا لا رضي فوتوم جرح على الأردن ولا حتى الأرض قبلانا تندفنوا بيها. سبحان الله شو اللي صاير. وفي مشهد يلخص مدلولات الحرب التي شنها نظام الأسد على درعا، نشرت ميليشيا إيرانية تقاتل مع الأسد في المدينة فيديو يظهر العقيد غياث دلة الضابط في حرس الأسد الجمهوري والأمين العام لميليشيا المقاومة الإسلامية لواء ذو الفقار الإيرانية، حيث يظهر الأخير وهو يعطي الأوامر لعناصره بقتل أهل درعا. بدأت اليوم محاكمة الوزير الأسبق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي غونين سيغيف بتهمة التخابر لمصلحة إيران في جلسات مغلقة في القدس. ووجهت إلى سيغيف وزير الطاقة والبنى التحتية الأسبق تهمة التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب ونقل معلومات والإضرار بأمن الدولة وفق لائحة الاتهام التي نشرت مقتطفات منها. وورد في اللائحة أنه سلم منذ العام 2012 حين كان يقيم في نيجيريا معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين. دونالد ترامب من رئيس أكبر دولة في العالم إلى إله مزارع هندي، حيث اتخذ من صورة الرئيس الأمريكي إلها يسجد له ويطلي وجهه بالحناء ويمارس أمامه طقوسا خاصة، وذلك في الهند الدولة التي تحتوي على عدد لا يحصى من الديانات. وقد وصف أهل القرية المزارعة بالمجنون، غير أن ذلك لم يمنعه من استقطاب عدد من الأشخاص ليصبحوا أتباعا لدينه الجديد. نحمد الله على نعمتي العقل والدين. التهديدات الإيرانية ترفع أسعار الخام، تابعونا بعد قليل في الصفحة الاقتصادية.
من جديد أهلا بكم. ما عاود برميل النفط الكويتي الارتفاع ليكسب 25 سنتا في تداولات أمس، محققا 74 دولارا و39 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تهديدات إيرانية بمنع صادرات النفط من المنطقة، إذ حظرت الولايات المتحدة مبيعات الخام الإيراني، كما تسبب في الارتفاع هبوطا في مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي. أنهت بورصة الكويت آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام بواقع 34 نقطة ليبلغ مستوى 5087 نقطة، وبلغت كميات تداولات المؤشر 165 مليون سهم بقيمة 34 مليون و700 ألف دينار كويتي. النجم صباح عبد الله العتيبي في ذمة الله بعد قليل في صفحتنا الرياضية. من جديد أهلا بكم. غيب الموت نجم النادي العربي والمنتخب الوطني صباح عبدالله العتيبي بعد معاناة مع المرض، مختتما مسيرة عطاء وإنجاز رياضي، حيث كان عضوا في اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة، كما أسهم مع زملائه في تحقيق عدة إنجازات للنادي العربي في حقبة الثمانينات. دان الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحات لأسطورة كرة القدم الأرجنتي دييغو مارادونا، انتقد فيها الحكم الأمريكي مايك جايجر الذي أدار مباراة إنجلترا وكولومبيا في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا، والتي انتهت بفوز الإنجليز بركلات الترجيح. وخلال برنامجه الذي يعرض على قناة تيليسور الفنزويلية، قال الأرجنتيني إن فوز إنجلترا هو سرقة ضخمة من قبل الحكم على خلفية ركلة الجزاء التي منحها للمنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني بعد عرقلة المدافع كارلوس سانشيز لهاري كاين في منطقة الجزاء. وأضاف مارادونا: أعتذر للشعب الكولومبي ولكن لا يمكن لوم اللاعبين. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نتعرف على حالة الطقس مع زميلة منى محمد، كما نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر @الراي ميديا جروب، ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي يوتيوب. في أمان الله. يسعد لي مساكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء. تراجع ملحوظ في سرعة الرياح الشمالية الغربية اليوم أيضا، وفرص للرطوبة على المناطق الساحلية. يرجع معانا هواء الكوس بين الحين والآخر. بالنسبة لأجواءنا الليلة، أجواء حارة نسبيا ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية. الهواء كوس إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة، تراوح سرعتها من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في مدينة الكويت 34 درجة مئوية، في الجهرة 33 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبدل 29 درجة مئوية، جنوب الكويت في الوفرة 30 درجة مئوية، وأيضا في الجزر الكويتية 30 درجة مئوية، في غرب الكويت في الشقاية والسالمي 32 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 4 قدم، والتيارات المائية ضمن فترات الفساد. أجواءنا البحرية أيضا مستمرة معانا باكر وباكر، أجواءنا راح تكون شديدة الحرارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية. الهواء الشمالي غربي إلى كوس خفيف إلى معتدل السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة باكر في مدينة الكويت 45 درجة مئوية، في الجهرة 48 درجة مئوية، وأيضا في جنوب الكويت في وفرة 48 درجة مئوية، في شمال الكويت في العبدلي 49 درجة مئوية، وفي الجسر الكويتية 44 درجة مئوية، في غرب الكويت في الشقاية والسالمي 47 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، خلكم معنا تفاصيل عن حالة البحر ومواقيت الصلاة.
بالنسبة للطقس متوقع خلال الأربع أيام الجاية أجواءنا راح تكون شديدة الحرارة. بالنسبة لأجواءنا من الجمعة إلى الأحد راح تكون أجواء حارة ورطبة خاصة على المناطق الساحلية. العظمى المتوقعة خلال الثلاث أيام 48 درجة مئوية، الصغرى تتراوح ما بين 31 و 34 درجة مئوية، ويستمر معانا هواء الكوس إلى يوم الأحد، ويوم الأحد راح يكون الهواء كوس إلى شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، يستمر معانا إلى يوم الاثنين لكن ينشط وقد تصل سرعة الرياح إلى 55 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار، وأجواءنا راح تكون شديدة الحرارة، العظمى 50 والصغرى 36 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين كذي تنتهي نشرتنا، تابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الجو، والحين أترككم مع درجات الحرارة في العواصم الخليجية وبعض العواصم والمدن العالمية.